يمنح الضيوف هدف التقدم. خطا في وسط فريق المغرب الفاسي، لكن في متابعه التغطيه حاضره، الحارس يتدخل، الارتباك مستمر والكره في المرمى لا الى خارج ارضيه الميدان المغربي. واللاعب الحسين العرفي كاد ان يسجل للشبيبه. خطا في البدايه في وسط الميدان، ارتباك من جانب اللاعب سمير السكرومي والحارس انس الزنيدي. خطط على الاداء